لكن عندنا المدير الفني كان له تعقيب مهم جدا، خاصة بعد مواجهة النادي الأهلي. هو مدير فني يستحق الاحترام، الراجل في مسيرته يا أسامة دايما بيروح دوريات، دور في دوريات كتيرة جدا في الخليج، تجربته في الجزائر، تجربته الآن مع الاتحاد المنستيري، هو رجل دايما في حتة قريبة من اللي كنا بنتكلم عن كولر فيه، بيحاول يحقق مع الفريق أكبر من المتوقع منه، فده مميز في داركو. ولكن لما يروح تلاعب وفاق صفيف البطولة اللي فاتت ويحرص بعد المباراة على دخول غرفة خلع الملابس للنادي الأهلي تحية الفريق، كانت لافتة غير معتادة، وكانت لافتة وقتها أسامة مجال تناقل كل الأهلوية والتقدير، لأن حد بيقدر الأهلي. اتقال إيه وتفسيره للقطة دي إيه، والمدير الفني اللي هيلاعبنا كيف يرى النادي الأهلي؟ نطلع ونسمع. And we could see you after the game, yesterday's game. You went through the changing room for Al Ahli to congratulate them after winning the two games, and what we know that the Ahli players even applauded for you after this congratulations. So if you can tell us what happened during being inside their room. You know, for me, it's not normal thing. It's my nature, you know. I'm culture from my family, my father too, all the time to play some fair play. And when you lose, you have to congratulate to your opponent, especially if he was better. And for me, everything was perfect in both matches. And Ahli deserved to be at the end. He deserved to be in the final. And really, I wish that. Actually, been again Champions League, especially because they was playing against us, and it will not be easy for them in Morocco for sure. Ah. But I think they will have support from our side. But again, for me, it was also a big honor to came to them and then congratulate. But like I said, it's in my nature. So you are supporting Al Ahli against Wydad in the final. From my side for sure, because you know, Ahli, we and Ahli play in the semi-final. If we play with that, maybe I support with that. But now in this case, for sure, I support Ahli and Peter Musimane. Okay. قلت له انت رحت امبارح لغرفة خلع الملابس للعيبة الأهلي وكلمت معاهم، باركت لهم وهم سقفوا لك في النهاية. قال لي شايف ان دي حاجة طبيعية، لان دي طبيعتي انا، ببارك للكسبان دايما حتى لو كان على حسابي انا. فقلت لهم مبروك، وده كان الامر اللي انا حبيت اعمله، ان احنا قدمنا مباراه جيده قدام الاهلي وبنحترم جدا مسيره هذا الفريق. فقلت له، فقال ان هو يعني بيساندهم حتى، وان الماتش مش هيكون سهل قدام. مدرب بيروح يقدرك في غرفه خلع الملابس، هو بكره هيكون عارف قيمتك، وهيوصل للاعبي الاتحاد المنستيري قيمتك. اذا كانت نقطه بتحسب له قبل كده فبكرة هي نقطة لازم احنا نحطها في الاعتبار. مدرب قال ان هو هيساندك امام الوداد في النهائي، كل دي حاجات تخليك تفكر ان ده مدرب عارفك كويس قوي. زي ما بنقول ان السي في بيفرق، هو مدرب تنقل بين فرق، بيحاول يطور من الفرق، ده السي في بتاعه له كل الاحترام. بس على الجانب الاخر السي في بيفرق، انت لديك كولر راجل مدرب لمنتخب النمسا وصل بيه لاعلى رانكينج درجة العشرة على العالم، وكمان حقق بطولات على مستوى الدوري السويسري، وسي في حاليا لو هنحط سي فيهات المدربين يا اسامه داخل القاره الموسم ده، اكيد كولر هيكون في مرتبه قويه جدا ومميزه جدا. عشان كده برضو ايضا هو مع كولر اكيد هيعمل حساب كمان للنادي الاهلي وهيكون مركز في المباراه. بالتاكيد يا فارس، وده طبعا كان شيء ايجابي جدا بعد المباراه الماضيه مع فريق اخر. ولكن خلينا في مباراه غدا، وكيف تناول الإعلام التونسي مباراة غدا واتكلم عنها ازاي. وطبعا يعني مش هينفع نتناول الإعلام التونسي ولا نتعرض للكابتن المعلق الكبير عصام الشوالي اللي له حكايات وحكايات مع النادي الأهلي وبهذه الدربيات، إذا أخسرها لا أخرج من بيتي أسبوع. نطلع نشوف المعلق عصام الشوالي قال إيه عن مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري. تحية لجمهور الاتحاد، يسلفيك على المردود. سبحان الله، قلب على القلب. الاتحاد المنستيري ما عنده ما يخسر، اول مشاركه في دوري الابطال بامكانهم يربحوا، الاهلي ايكيب جديده وما عندهم ما يخجلوا من التاريخ. صحيح. الاهلي في اول مشاركه افريقيه عام 76 خرج من مولديه الجزائر عام 76. دونك انت ما عندكش مشكل،
ريانا بيردو توتا غانيي جمعية تعمل كيف عجبتني. الاهلي ما لعبت حتى ماتش جوارد جدد كان باش يركبوا القديم كان باش يركبوا القديم بصراحه مطبطبين كان باش يركبوا الجديد مازالوا ما لحموش. الاتحاد المونستيري انا عندي ثقه فيه بصراحه انه يقدر يمشي دور ما عندك ما تخسر اليو اسمو راهو حتى مضمونه في الكاف باش تكون في دوري المجموعات وباش نسيح ونعلق ونقول ليه للاتحاد المونستيري في افريقيا. لكن نخير انا الشامبيونز ليج تعلمت مرمك المعلم المعلم ليتوال تلعب في 2004 في ابوجا المعلم يراني في ليتوال عرفتوه المعلم شتالي طبعا تحيه المعلم قال لهم ريتول بوديوم باش نطلعوا نحن البوديوم باش تاخذ ميداي من رئيس نيجيريا اختار انت الفضه ولا الذهب يا حبيبي المستير انت راك باش تلعب كاف اختار شامبيونز ليغ ولا كونفدراليه ما عندك ما تخسر وليدات يعملوا كيف مستير جمعيه معناها فريمون عرفتها قديما نسمعوا بها الحوكم الرشيده الور لا اذا فهم حوكم الرشيده هي الاتحاد الرياضي المنستير صحيح هذا النادي الاهلي هو في فتره نادي الاهلي في فتره انتقاليه مدرب جديد سويسري كولر من بعد معناه البرتغالي اللي غادر زاد البشري صحيح تغير بنسبه كبيره لكن اللي معناها اللاعبين الخبره ولاعبين التجربه ما زالوا متواجدين معناها في الخطوط الثلاثه. الاتحاد المنستيري يلعب حظوظه يمن قدراته وانه ممكن يستغل وضعيه نادي الاهلي كما قلت انت يا عصام معناه من حقه باش يقدر. وعلى فكره نزيد نشجع الاتحاد المنستيري تاريخيا راهو المستير الاهلي مع الفرق الكبيره كاسح راهو مع الفرق اللي تعتبر معناها اقل تجربه واقل خبره في البلدان العربيه ما عندهاش تجارب الافريقيه راهي ديما تعذبت. واو المقابله خرجت سامحني تفضل طاحت من اهلي بنغازي طاحت من المغرب التطواني ما تحلكش من الرجاء والوداد وطاحت لك من المغرب التطواني طاحت مع فريق الجزائري الوياسما. المستير ما عندوش تجربه لكن عنده الروح والجرينتا باش ان شاء الله بالروح والجرينتا يتجاوز الاتحاد المنستيري. انا وقتها يمكن باش نتفرج فيه الماتش نمشيو مع بعض المستير خاطر وقتها ستومب مع الدوبل في تي ا نتاع اونس ان شاء الله في المستير في نفس الجمعه اي دوره كبيره بتصير ان شاء الله تكون متابعه. كابتن عصام الشوالي لولا النادي الاهلي لكان للانديه التونسيه شان اخر بيتحدث عن امكانيه صعود اتحاد المنستير وده طبعا حقه على الاطلاق وده شيء طبيعي جدا لان الراجل تونسي ولكن هو قال نقطه احنا كنا سبق واتكلمنا فيها وتحديدا قلت لكم مشكله النادي الاهلي ان هو دايما لديه ما يخسره. اتكلم عن ان اتحاد المنستيري ليس لديه ما يخسره. ايه المشكله؟ بتلعب في دوري الابطال لو كسبت عايز اقول لليه واتكلم عنك وانت في دور المجموعات طب لو خسرت رايح الكونفدراليه الافريقيه وده بالنسبه لك شيء ايجابي ان انت تكون متواجد على الساحه الافريقيه وده المشكله الحقيقيه ان النادي الاهلي ما بيلعبش على الفرصتين دايما طول عمره بيلعب على الفرصه الواحده حتى لو متاح ليه الفرصه الثانيه ولكن دائما وابدا بتلاقي النادي الاهلي بيفكر في الفرصه الواحده بيفكر دايما ان مصيره يكون في اقدام لاعبيه ان انت تلعب على دوري الابطال ان انت كبير هذه البطوله ان انت اللي محقق 10 القاب من هذه البطوله ان انت اللي واصل اخر 3 نهائيات من هذه البطوله فبالتاكيد انت مركز كويس قوي على دوري ابطال افريقيا على عكس المنافس اللي بيلعب باريحيه ان هو ممكن عادي يلعب كونفدراليه. وعجبني جدا وذكاء عصام الشوالي لانه مش هيغير الكلام اللي هو قاله لولا النادي الاهلي لكان الانديه التونسيه شان اخر. قال ايه؟ قال النادي الاهلي مع الفرق الكبيره كاسح يعني تلاقيه مع الترجي مع الافريقي مع النجم هيكتسح لكن النادي الاهلي عنده مشكله مع الفرق اللي هي مش كبيره قوي في الجانب الافريقي وضرب مثال هو حقيقي حصل اهلي بنغازي وطبعا كمان المغرب التطواني وده حصل لكن مش عايز اضرب لك امثله اخرى ان النادي الاهلي قابل فرق في نفس القصه وتخطاها ولكن كانت التغطيه بصعوبه زي الدفاع الحسني الجديد بهدف في الدقيقه 95 لكن القصه اصلا كانت مستوى الاهلي هو الفيصل مستوى الاهلي وقتها كان صعب عليه او كان غير موفق على الاطلاق وكان الكواليتي بتاع اللاعبين عندنا في مشاكل كتير جدا فكان عشان كده بتستشعر الصعوبات دي ما كانش القصه عشان الفريق قوي او الفريق ضعيف اللي بيواجهني لا لان انا لما كنت في قوتي وكنت بطل القاره الافريقيه وقابلت البنزرت التونسي المثال اللي طبعا كابتن عصام الشوالي استبعد ان هو يروح ليه لانه عنده دور مهم جدا في رفع الجوانب المعنويه لدى فريق الاتحاد المنستيري لكن لا انا قابلت البنزرت التونسي ومع كامل تقديري لفريق البنزرت التونسي ليس هو من الانديه القمه في تونس زي الترجي
الترجي وزي النجم وزي الصفاقسي والافريقي اللي لهم باع في البطولات الافريقيه. قدرت اتعادل معاه 0-0 بره، وقدرت افوز عليه في 2013 2-1 وكملت مسيرتي وحققت اللقب. اذا القصه مش قصه فريق صغير او فريق كبير بيقابلني، ان شاء الله الاهلي بيكون دائما وابدا لما يكون في مستواه بيكون كاسح، سواء الفرق الكبيره او الفرق الصغيره، واحنا اللي منتظرينك تقول في النهائي. والاهلي بيسجل ان شاء الله لليه وتحتفل كالعاده بفوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا المره ال11 ان شاء الله. بصوا الشوالي ممتع جدا، يعني ممتع في كلامه وفي تعليقه، وانا بشوفه هو حكاء افريقيا يعني وحكاء الكره العالميه، والراجل كلامه فيه من الذكاء وفيه من امتى يستخدم الجمل وامتى يبرز قوه النادي الاهلي، بس هو بيبرزها يقول لك بس المستحيل مش موجود. وهو بيقول ان انت فريق قوي ما يقدرش يقلل منك عشان ما يهبطش فريق المينستيري وما يروحش الحتة ان النادي الاهلي قصر. لا هو عارف قيمه النادي الاهلي، بس يقول لك انت كمان عندك الكونفدراليه، لدرجه ان شفت تعليق على الفيديو ده على صفحه الاذاعه التونسيه يا اسامه، البعض بيتكلم فيه ان لا ده في جانب ايجابي ان انت حظوظك في الكونفدراليه قد تكون اعلى. بالظبط، يعني انت كنادي المينستير حظوظك، وده فعلا واقع، يعني حظوظ الاتحاد المينستير في الكونفدراليه زي ما شفنا فرق كتير جدا حديثه او فرق في الكره فيها طفرات في الفتره الاخيره زي نهضه بركان او بيراميدز، هو ايضا في الحته دي يقدر يروح. بالظبط، على عكس يا جماعه دوري ابطال افريقيا هو دايما الفرق التي لها عراقه تاريخيه على مستوى التتويجات، طبعا في فرق انشائها حتى او على مدار سنوات فلها كل التقدير مننا، ولكن بنتكلم نهائي افريقيا دايما ما يكون ما بين الفرق التي لها باع في التتويجات الا باستثناءات بسيطه على عكس الكونفدراليه، فهو فعلا داخل بظروف نفسيه مختلفه جدا وضغوط اقل فعلا. فده يخلينا محتاجين نكون مركزين من اول المباراه لاخرها، ولكن كمان عايزين نشوف الناس في تونس تناولت المباراه على مستوى الفنيات ازاي. عندنا الصادق جحبيش كان له كلام مهم جدا عما يخص الاهلي والاتحاد المنستيري وبعض النقاط ردا على ان احنا كمان سمعنا تصريحات اصل الاهلي مش في حالته، اصل الاهلي عنده مشكله، اصل الاهلي فريق مع مدرب جديد وما فيش فتره اعداد، بمعنى ان كان عنده. على فكره يا جماعه كل اللي بنقوله بيوصل في تونس، كل الكلام اللي الناس بتناوله اصله ما لعبش مباريات وديه، كل ده اتقال في الاذاعه التونسيه وفي الصحف التونسيه وتم تناوله. فتعالوا نسمع، حتى البعض هناك كان عنده ردود ذكيه جدا تبين ان هو عارف قيمه الاهلي ازاي. نطلع ونشوف الفيديو. انت تمجد في الاهلي مرارا وتكرارا. اي هاني جيتك عاد طبع لي بالدقيقه. الاهلي اليوم بتاع اليوم كي راه الليستا بتاع الاهلي اللي جايب شلب كونتر مسير بيرسيتا مش موجود راهو باش نبداو متفاهمين. دونك الاهلي اليوم شناوي حارس، اكرم توفيق ولا محمد هاني، ايمن اشرف تعرف ايفونتويلمون في اللاكس، علي معلول على اليسار، كنا نحكيو على حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السوليه، أبشا كوكا، الشحات اللي ليترنال اسبوار توا معناها معطاهم 6 مليون دورو اللي لوجوا فيهم، وفي الاتاك الشريف. معناها الاهلي ماهيش خايبه كيما نصوروا لها قاعدين، ماهيش الاهلي برونابل الناس كل اول كلمه يقولوها والله الاهلي من الاهلي ماهيش في فورم كبير، ليه؟ الاسامي هذوما اسامي كونفيرمي معناها يسوفي باش تلقى التوليفه صحيحه. شكون فما وسيم غايب؟ رامي ربيعه تيتولير انديسكوتابل الوحيد اللي هو غايب ما يلعبش. لكن اليوم كجمعيه وبالخدمه اللي كان يحكي عليها اسلام وبالتدريبات نتاعهم وكذا نتصور باش يكون في احسن حالاتها. بصوا هذا رجل الصادق جحبيش يعرف من اين تؤكل الكتف ويعرف تقييم الامور، وعلى فكره احنا هنا عهدنا بيكو دايما كلامنا من القلب للقلب، قلنا لكم واحنا حتى بنتكلم ان الاهلي عنده سكواد قوي كنا بنقول ان لا نحتاج تدعيمات ونحتاج ان النادي الاهلي دايما يكون في افضل صوره، وده دايما عقليتنا ان الافضل للنادي الاهلي. ولكن هو اتكلم في حته مهمه، اوعى فكره ان انت تستسلم لان النادي الاهلي عنده مشاكل وجمعيه الاهلي او فريق الاهلي زي ما بيقول مش في افضل احواله. لا، الراجل عد الفرق دي اللي واصله لايه وعندها مقومات ايه، فانا ما اقدرش ابدا اكون راجل منطقي اطلع اقول ده فريق ضعيف. احنا هنا كجمهور اهلي بنتكلم دايما ان احنا عايزين نشوف الاهلي افضل ونعمل افضل وندعم اكتر وكل ده، دي عقليتنا احنا ان احنا عايزين نشوف الاهلي المثالي غول افريقيا اللي يبقى فارق بمسافات. انما اللي عندك دلوقتي زي ما هو قال يخلي اي فريق في افريقيا هو داخل مباراتك يعمل لك اعتبارات كبيره يا اسامه ويكون شايفك، لان هو قال خلي بالكوا الكلام التقييم اللي الناس بتتكلم فيه ان النادي الاهلي على مستوى الانتدابات، لا تعالى قول لي وقلب الاسم ده قيمته ايه، مركزه ايه، فلوسه ايه، دولي ايه، بيلعب ايه.
فلازم ابقى عارف ان لا، الاهلي ما حدش يقدر يقول ان هو مش داخل افريقيا وهو الفريق الاقوى. وعلى فكره ده كمان بالقيمه التسويقيه للنادي الاهلي، ودايما بنقول نحن نطمح ان النادي الاهلي يكون اقوى من كده كمان، ودي مدرستنا وده احنا بنقوله، انما انت حاليا برضو الاقوى بالتاكيد. هو بس الفكره كلها يا فارس ان احنا التعزيز وانت قوي وانت على القمه بيخليك تحافظ على وجودك على القمه، لان المحافظه على وجودك على القمه شيء صعب جدا، ولكن الاهلي عودنا ان هو قادر على انه يحافظ على القمه لفترات طويله، وده اللي حاصل. ونتمنى ان شاء الله البطوله دي تكون من نصيب النادي الاهلي عشان يكرر انجاز اللي كان المفترض يتخطاه لاعبي النادي الاهلي البطوله الماضيه، ولكن ما حلفناش الحظ، انجاز من 2005 ل 2008 لما حققنا 2 دوري ابطال، خسرنا النجم، قدرنا نعود في 2008 امام القطن الكاميروني ونحقق البطوله الثالثه في 4 نهائيات. نتمنى ان شاء الله يكون نفس القصه مع النادي الاهلي، ويقدر لاعبي النادي الاهلي الحاليين الجيل الحالي يعني يحطوا اساميهم بتاريخ من نور في تاريخ سجلات ابطال النادي الاهلي. لكن على الراي اللي احنا سمعناه ده ومدى قوه النادي الاهلي والاساسي والاحتياطي، لدرجه ان الراجل حتى عارف اللعيبه الصاعده زي احمد نبيل كوكا اللي انا قناعاتي الشخصيه هيكون له دور كبير ان شاء الله في الموسم القادم، لا كمان في ناس اخرين حاولوا ان هم يلعبوا على الجانب المعنوي لفريق الاتحاد المنستيري، وان هم يعلوا الجانب المعنوي بالتقليل من امكانيات وقوه النادي الاهلي، منهم قيس مخلوف كان احد المدربين المساعدين في فريق الاتحاد المنستيري في فتره سابقه. نسمع الفيديو ونرجع نعقب. كم في المية انت شايف انه حظوظ الاهلي واتحاد المنستيري لو قسمناها في المية يعني 50-50 60 قسمناها في المية 50-50 الحقيقة تقال مقابلة الذهاب هي اللي بتحسم اللي هتظهر مين اللي ممكن حظوظه اعلى يعني حظوظه اعلى هي في مقابلة الذهاب، النتيجة اللي الفريق اللي بيحقق نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب هو اللي بيترشح. خاطر مقابلة الذهاب مهمة جدا خاصة طبعاً. اللي الاهلي في ليس في احسن حالاته وعنده قلة التركيز او قلة يلزمنا نلعب على الشيء هذا باش نخليوه متشكك في معنوياته ومتشكك في بس الاهلي خد بالك معودنا لما بينزل كده بيطولش بيطلع بينفجر على طول بينفجر عنده موسمين بينفجر عنده موسمين ما يحصلش الدوري عامين ما يحصلش ما بيطول يعني في تاريخه ما بيخسرش اكتر من كده. دي قصه رفع معنويات جانب الاتحاد المنستيري، وان القصه 50-50 وان النادي الاهلي يعني في تشتيت وما فيش تركيز. لا بحب اطمنك، اللعيبه مركزه كويس قوي، الفريق مركز كويس قوي، اول مره من فتره طويله نعمل بري سيزون حتى لو كان مدته قليله، ولكن قدرنا ندخل معسكر حتى لو المعسكر داخلي، ولكن قدر يحط اللعيبه وقت طويل جدا امام اعين المدير الفني مارسيل كولر. فبالتاكيد النادي الاهلي وضعيته الان وبكلام اللاعبين اللي قالوا ان الراحه كانت مفيده جدا ليهم هيكون في وضع افضل. قصه ربط الدوري ببطوله القاريه اتكلمنا فيها قبل كده، قلنا دي مختلفه تماما، في ظروف ممكن تقابلك في الدوري تخليك وانت الاقدر ما تقدرش تحقق البطوله، وفي ظروف مختلفه تقابلك في الكاف او في البطولات الافريقيه تقدر مع تقنيه فيديو مع تحكيم عادل تقدر تحقق البطوله.